بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بمشيئة الله تعالى المحاضرة السادسة في مادة مخاطر الخزن والمناولة لطلبة الفصل الخامس. تكلمنا المحاضرات اللي فاتت على نظرية الاجتهاد وعلى طرق إطفاء الحريق، وصلنا لعند طرق الحد من الحريق. كيف نقدر نحد من الحريق اللي يصير؟ أول شيء قالك يجب اختيار طريق الإطفاء المناسب حسب مصدر أو سبب الحريق، بمعنى لو كان الحريق سببا أو سبب نشوب هذا الحريق، حريق صار في خشب، في ورق، في النسيج، فتكون طفاية الحريق المناسبة هي طفاية الماء. لو أن سبب الحريق كان مشتقات نفطية بترولية، فتكون الطفاية المناسبة هي الرغوة أو البودرة. لو أن صار حريق وكان سبب اللي هي حريق سبب نشوب الحريق مثلا سيرفرات الخوادم اللي وزعنا بالنت على مستوى الشركات، فيكون طفاية الحريق المناسبة اللي هي النيتروجينية. أيضا لو أن عندي الحريق كان سبب مثلا كحول، مواد كحولية، البلاستيك، فتكون الطفاية المناسبة هي الرغوة. وهكذا لو أن عندي أجهزة كمبيوتر مغلفة في مكوات، فتكون الطفاية المناسبة هي البودرة مسحوق الجاف. لو أن عندي البريزات لضي الأجهزة الكهرباء، فتكون الطفاية المناسبة هي البودرة، لأنه الأفضل ثاني أكسيد الكربون. بس مشكلة حكينا أيضا أن مشكلة ثاني أكسيد الكربون هو يحتوي على أول أكسيد الكربون اللي يعتبر خطير وسام. نعدي للنقطة الثانية، يراعى عدم استخدام النار والتدخين في المناطق التي تتعرض للحريق، ونحط لافتات بهذا المعنى. أيضا يمنع تكدس المخلفات المبللة بالزيوت والشحوم أو الكيماويات القابلة للاشتعال، عشان ما تكونش سبب من أسباب نشوب الحريق. يقصد بها لو أن عندي بقايا أو مخلفات بنزينة، كحول، تينر، تسبب لي في نشوب حريق، قد تكون سبب من أسباب نشوب الحريق. نعدي نقطة بهذا أيضا من ضمن الحد من الحرائق، يقول لك يجب العمل على توفير أجهزة الإنذار ومنافذ الهروب في المباني، وتوفير معدات الإطفاء السريعة والرشاشات العلوية. حكينا على عدد مخارج الطوارئ، كم عدد مخارج الطوارئ اللي يجب أن هي تكون في المستودعات أو المخازن عندي في المؤسسة أو المنشأة؟ قلنا الحد الأدنى لعدد مخارج الطوارئ هو 2 إذا كان عدد المستخدمين مكان من 50 إلى 500 شخص، ويكون عدد مخارج الطوارئ 3 إذا كان عدد مستخدمين مكان من 501 إلى 1000، وهكذا. ويكون الحد الأدنى لعدد مخارج الطوارئ 4 لو كانوا أكثر من 1000 شخص. النقطة اللي بعدها اللي بتكلم عليها اللي هي يجب مراعاة اعتبارات الوقاية والأمان عند تصميم المباني والتصميم الداخلي واستخدام المواد العازلة للحرارة. قلنا هنا اللي بنفرق بين نقطتين مهمة جدا، اللي هي النقطة الأولى لما جينا نقول مواد مقاومة للحريق، ما الفرق ما بين مواد مقاومة للحريق ومواد عازلة للحرارة؟ قلنا مقاومة للحريق يقاوم الحريق، مش نقول إن منها المبنى مش هيشتعل بكل، لا، معناها إنه هيقاوم لك الحريق والله ساعة ونص، ساعة، ساعة إلا ربع. ناخذ أمثلة زي شنو مواد مقاومة للحريق، قلنا أعطينا أمثلة زي قلنا الأرضيات اللي هي نوعيتها الجي في ال، عبارة عن أرضيات تستخدم في غرف السيرفرات، تكون مرفوعة على الأرض ب 30 سنتي تقريبا فوق الصبة، هي زي الزلزة. ميزتها أن ما فيهاش مسامات، ما تدخلش الأكسجين، تعتبر مقاومة للحريق. ناخذ مثال آخر على المواد المقاومة للحريق، عندنا نوع من أنواع اللوح اللي هو الام دي اف، زي التفساس، يعتبر مقاوم للحريق، عبارة عن رقائق من الخشب في درجة الحرارة وضغط عالي مع إضافة مادة اللاجناتين. كويس، في قلنا أيضا في طوب مقاوم للحريق، في ظلال مقاوم مخصص مقاوم للحريق، في زجاج السيارات مقاوم للحريق وزي زجاج السيارات المصفح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لما جينا نقول استخدام مواد عازلة للحرارة زي شنو، أعطينا مثال. بداية شنو معنى كلمة عازلة للحرارة؟ يعني احنا نستخدم مواد لها خواص عازلة للحرارة، بحيث ان هي تساعد عشان نحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى الى داخله في فصل الصيف، وبالعكس من داخله الى خارجه في فصل الشتاء. ناخذ مثال زي مادة اللي هي الصوف الزجاجي. كيف يستخدم الصوف الزجاجي؟ الصوف الزجاجي هو المادة المستخدمة في سخانات المية، في غاز الطهي، في الكوشة. انا مثلا بنحافظ على درجة حرارة معينة، مثلا بنحافظ 100 درجة حرارة، 100 فهرنهايت يحافظ لك على الدرجة. ناخذ أمثلة زي شنو المخازن والمستودعات اللي تستخدم لي في المواد العازلة للحرارة هذه المادة اللي هي الصوف الزجاجي. قلنا زي مخازن الأدوية يستخدموا في حوائط، حوائط فيها مادة اللي هي الصوف الزجاجي، تحافظ على مستوى أو درجة حرارة معينة، يعني بدرجة حرارة معينة الأدوية هذه تحافظ لي على درجة حرارة الغرفة، اللي بها 16 تحافظ لي على درجة حرارة.
تمام. ننتقل للنقطة اللي بعدها، هي من ضمن الحد من الحرارة، إني أنا يجب أن ينشر تعليمات أمن ووقاية للعاملين كلهم وندربهم عليه. يجب أن نحتفظ بسجلات عن الحوادث والإصابات، وقلنا ما معنى أو ما الفرق بين حوادث والإصابات. قلنا الحادث هو أي حدث غير مرغوب في أمام البش، غير مخطط له، يؤدي إلى أن إصابة أشخاص وإصابات شخصية أو وفيات أو خسائر مادية في الممتلكات. هذا بالنسبة للحوادث. الإصابة هي نتيجة الحادث، ما ينجم عن الحادث، وما ينجم طبعا من خسارة تصيب العامل نفسه. أيضا من ضمن اللي هي طرق الحد من الحريق، اللي يجب أن التأمين على الممتلكات في المستودعات والعاملين فيها من الحريق. كيف نأمن على الممتلكات من مخاطر الحريق؟ كيف؟ عن طريق هايشتين، أن نمنع نشوب الحريق والاستعداد التام لمواجهته في حالة نشوبه. النقطة اللي بعدها بنتكلم على تلف وإتلاف المواد المخزونية والعمل على وقايتها، هنحكم عليها بالتفصيل في الشريحة اللي توها. نتكلم هنا على أسباب التلف والإتلاف، بينما الفرق بين التلف وإتلاف، لأن التلف يكون عادة نتيجة سوء تخزين أو سوء مناولة. الإتلاف اللي هو زي ما قلت مثلا تم تشكيل لجنة كذا بإعدام المنتج كذا. تمام، نشوف النقطة الأولى، شو هي أسباب التلف والإتلاف؟ تتعرض المادة إلى التلف الجزئي أو الكلي. ما الفرق بين التلف الجزئي والكلي؟ التلف الجزئي يكون عادة نتيجة تخزين في ظروف غير ملائمة، زي الرطوبة، زي الحرارة، زي المناولة الخاطئة. التلف الكلي اللي هو زي ما يكون مرتبط عادة بعمر افتراضي، انتهاء الصلاحية زي الأدوية، زي نتيجة طول فترة التخزين، خاصة زي المطاط، الكيماويات، الأدوية. كان نلاحظ مثلا زي الورق، شو يصير للورق بمرور الوقت؟ تلقى من صفر لونه يتغير. نفس الشيء الإطارات، شو يصير لها بمرور، لو انها خزنتها مثلا في درجة حرارة عالية، بعد فترة شو يصير لها؟ تتلف. الكيماويات قلنا زي المواد اللي هي مستخدمة في العمليات اللي هي سبيرتو، زي مثلا أيضا مواد التنظيف اللي هي زي مية البطارية اللي هي الأشيدو، حمض الكبريتي. شنو يصير له مع الوقت؟ هذا نقدر نقول أنه يصير الانتهاء، أو نقول له انتهاء صلاحية النتيجة شنو؟ لها عمر افتراضي. شوف مثال آخر، الأدوية أيضا لها تاريخ صلاحية معين. شوف النقطة الثانية، تعرض المواد لظروف مناخية من حيث درجة الحرارة والرطوبة والجفاف. ناخذ أمثلة على الكلام هذا، زي مثلا اللحوم، ديما يفضل نحفظها في ثلاجات عشان ايش؟ تقعد في الحالة المجمدة، نحميها من التعفن مش ما تخربش. أيضا الخشب، ما نجيش نخزن الخشب في الشمس، يعني يجب يحفظه بعيدا عن الشمس عشان ما يصير له أي جفاف، ما يجفش ويفقد الخواص بتاعه. الزجاج نحطه في مكان بعيد عن الاهتزازات. مثلا أجزاء معدنية نحفظها بعيدة عن الرطوبة عشان نحميها من الصدأ والتآكل وغيرها. شوف النقطة اللي بعدها، تأثر المادة بالغبار والسبب في تلف بعضها مثل المنسوجات. ليش الحل؟ نوفر أجهزة امتصاص الغبار، وسائل التنظيف. أيضا يجب عدم اتباع من ضمن أسباب التلف، اللي هي عدم اتباع الطرق المناسبة في التخزين، زي إني أنا أخزن القضبان المعدنية على حوامل خاصة عشان نمنعها من إن هي تنتن أو تتقوص. أيضا يجب عدم تخزين الأصناف القابلة للكسر في صناديق، زي الزجاج، الخزف، نحطه في أماكن ثابتة بعيد عن الاهتزازات عشان ما يتعرضش للكسر. من ضمن أسباب التلف اللي هي كسر المادة أثناء نقلها من مكان إلى آخر، نتيجة عدم استخدام معدات النقل المناسبة. أيضا من ضمن أسباب التلف نقدر نقول عدم تغليف المواد بطريقة جيدة، المواد اللي تحتاج إلى تغليف. أيضا من ضمن الأسباب التلف اللي هي حرق المواد نتيجة لعدم استخدام سلامة وأمن الحريق، اللي هي زي مثلا اللحام، الدخان، إعدام النفايات وغيرها. نتكلم هنا على وقاية المواد والمهمات وصيانتها. النقطة الأولى، الوقاية من التلف طول فترة التخزين، وخاصة بالنسبة للكيماويات، مواد الكيماوية والمطاط والبكتيريات والأدوية. احنا قلنا طبعا هنا زي مثلا ناخذ مثال اللي هي البويا، مادة البويا يجب ان نقلبها مثلا، نحركها كل 6 أسابيع. ليش؟ يقول لك عشان ما تترسبش المادة الثقيلة وينفصل اللون عن الزيت، وبعدها تصبح غير صالحة للاستعمال. ايضا المطاط، وخذينا مثال قلنا شنو يصير للمطاط مع الوقت، زي الاطارات تصير لها تتفترش، ما عادش تنفع، تقعد غير صالحة للاستعمال عند درجات الحرارة العالية، بعد فترة تتلف.
ايضا البكتيريات اللي هي بعد فتره شنو يصير لها، تطلع ميه تنضح معش تنفع كذا غير صالحه للاستعمال، والادويه وهكذا. الادويه طبعا مرتبطه بالصلاحيه، تاريخ صلاحيه. نقطه مهمه جدا هنا يراعى ان لا يتم شراء الاصناف هذه بكميات كبيره، نشريها بس في حدود اللي هي معدلات الاستخدام العاديه ولحدود فتره صلاحيه الصرف، مش نجيب كميات واجده ونعرمهم وتنتهي صلاحيتهم بعدها. وتعتبر طريقة صرف ما يرد أولا يصرف أولا، هذه أفضل طريقة وأحسن طريقة، إن اللي تجي أول حاجة هي المصرفة هي الأول. تعتبر هذه أفضل طريقة عند التعامل مع الأصناف. أيضا يجب أننا نستخدم العبوات المحكمة المناسبة ونهيئ الظروف الجوية المناسبة لكل صنف على حدة. النقطة الأخرى، يجب الوقاية من الظروف الجوية، وخاصة في حالات التخزين، يقصد في العراء برا التخزين الخارجي، لما نخزن برا فترات زمنية طويلة خلال فصول متباينة في السن من السنة. يجب أن هنا نلتزم بالاحتياطات بتوفير الأغذية والمظلات واستخدام العبوات الملائمة. قلنا شنو الأغذية؟ زي إيش قلنا؟ زي اللي هي المشمع اللي هو مادة الكتان اللي هو يكون غليظ. شنو هي مادة الكتان؟ عبارة عن ألياف مشبعة بشحوم، ما يولعش إلا بالنار. مش زي النايلو، النايلو تلقاه يولع من أبسط حاجة، لكن هذا المشمع الغليظ يجب أن نستخدم نوعية هذا ما يولعش إلا بالنار، تلقى فيه ما فيش مسامات. أيضا نقطة لبعض الوقاية من البلل داخل المخازن بسبب الرشح ورطوبة الجدران أو كسر مواسير المياه أو تكتف البخار أو نتيجة لاستخدامها مياه الإطفاء. شنو المادة المناسبة اللي هي نستخدمها داخل المخازن باش تمنع الرطوبة؟ اللي هي مادة السيكا، تستخدم في المخازن. وأيضا يجب أني أنا أراعي أن يكون هناك في التصميم تاعي للمخازن ميول في السطاح في الجزء العلوي من المخازن، ونهاية مثلا هو هنا في نهاية الوزنين ويكون من أجناب زي المزراب باش ينزل مية المطربش ما تتجمعش فوق. وراح أيضا يعيش لاتخاذ كافة الاحتياطات من مرحلة تصميم المبنى من البداية بكل، وأيضا نختار مواد البناء ونوفر المجاري بتاعت الصرف ونتبع الطرق السليمة لرص المواد. أيضا نتكلم من ضمن النقاط اللي هي يجب أن ننتبه لها في وقاية المواد والمهمات، يجب الوقاية من الصدى، تآكل، وخاصة في الأجهزة والمعدات وقطع الغيار والعدد والأصناف. شنو ندير؟ يجب أن نلتزم بطريقة حفظها الصحيح، حفظها في مكان جاف ونحميها عن طريق الأغلفة المانعة للرطوبة. هي عبارة عن مواد المغلفة اللي زي الأكياس، تكون يجب أن تكون مفرغة من الهواء، نسحب منها الهواء، نشرب منها الهواء عشان ما تدخلهاش رطوبة، ما تاخدش رطوبة. وأيضا يجب بعد طبعا بعدك بعد ما نحفظها في أكياس نحطها في صندوق صناديق من اللوح. أيضا يجب طلاءها بالشحم والزيت التقليدي للقطران عشان الماء ما يخترقهاش. النقطة اللي بعدها نتكلم أيضا عن الوقاية من الغبار بالنسبة للأجهزة الدقيقة والمنسوجات. عن طريق إيش؟ عن طريق أن نوفر أجهزة امتصاص الغبار وتنقية الهواء منها، ونداوم بصورة مستمرة على عمليات النظافة اليدوية والآلية. أيضا نقطة مهمة جدا نتكلم عليها هي الوقاية من الحشرات والجراثيم. يجب أننا نستخدم المبيدات ومع مراعاة عدم تأثيرها على الأصناف المخزنة الأخرى، وخاصة مثلا المواد الغذائية. أيضا نتكلم عن نقطة الاختيار السليم لأماكن منشآت المخازن. ما ينفعش نجي مثلا ندير مخزن مستودع مثلا دقيق أو مخزن دقيق مواد غذائية بجنب مثلا مركب قمامة أو مكان فيه قوارض أو حشرات. ونراعي أيضا اللي هي الأوعية الواقية ضد هذه الاعتبارات، بمعنى لو أني مخزن مثلا مواد غذائية سكر دقيق كذا ينغلف بأكياس من النايلون بالطريقة الصحيحة. طبعا يجب أننا نفصل، ما نجيش مثلا نحط مثلا مخازن الدقيق بروحها، مخازن السكر بروحها، الزيت بروحها وهكذا. النقطة اللي بعدها أيضا الوقاية من الإشعاع، وذلك بالنسبة للأصناف المشعة يجب أننا نتخذ الاحتياطات لحماية الأفراد والأصناف الأخرى، بمعنى أن ندير المبنى يكون خاص. لما يجد عندي مواد مشعة زي اليورانيوم، زي آلة التصوير، زي أشعة الإكس راي، يجب أن المبنى يكون من الأجنب ملبس بمادة الرصاص، يديروا في زي الرول في الجدران، والجدران المبنى هذا اللي يبطل به الجدران من الداخل. وتكون أيضا بالنسبة للعاملين يستخدموا القفازات والصدرية اللي هي مبطنة بمادة الرصاص.
بارتفاع المبنى اللي هو الغلف بالرصاص، قلنا مثلا عند متر وسبعين، تمام. ويفضل خزن هذه الأصناف في أماكن منعزلة مع توفير البيئة اللي تمنع تسرب الإشعاعات. أيضا يجب الوقاية من الصدمات والاحتكاك أثناء التداول أو التخزين نتيجة للسقوط. يجب أيضا أن تكون معدات النقل والمناولة سليمة، وإجراء الصيانة الدورية لها وصيانة الأرضيات ومعدات التخزين والكشف عليها قبل استعمالها. سنتكلم على مظاهر التخطيط والتنظيم السيء للمخازن. هناك مجموعة من المظاهر لو أني أنا لاحظتها في المخزن يجب أن نعيد النظر في طريقة التنظيم، تعتبر علامات أو مؤشرات خطر يجب أن نتنبه لها. من ضمن هذه المظاهر هي تكدس مواد دون نظام أو ترتيب داخل المخازن. الشيء هذا يعيق عملية الوصول إليها أو فرزها وفصلها وتوزيعها. النقطة الثانية، صرف المواد الواردة حديثا وترك المواد القديمة، هذا يعتبر مظهر من مظاهر التنظيم أو التخطيط السيء للمخازن. ليش؟ نحن قلنا لازم نمشي بمبدأ ما يرد أولا يصرف أولا. لو أني أنا صرفت الواردة حديثا وسيبت المواد القديمة، شنو يصير هنا؟ ترتب عليه شنو؟ ترتب عليه تقدمها وتلف هذه المواد. أيضا نقطة مهمة بتكلم عليها هي تعرض المواد للتلف عند استخدامها وتوزيعها، يعني عند الفتح مثل حساب العدد أو التشيك على الكمية، زي مثلا نأخذ مثال قطع غيار السيارات، قطع غيار الكمبيوتر، شنو يصير لها؟ تصدي. النقطة الأخرى، تلف بعض المواد بسبب تخزينها مجاورة المواد الأخرى تؤثر عليها. نأخذ مثال زي تخزين مواد بدائية يجب أن نخزنها بعيد عن المواد الأخرى اللي هي لها رائحة نفاثة زي الطلاء عشان ما تكتسبش المواد البدائية هذه الرائحة. أيضا سوء استخدام المساحة المتوفرة سواء كانت الأرضية أو الفراغ العلوي، وتعطل وسائل المناولة والنقل الداخلي أو عدم توفره أصلا. أيضا من ضمن مظاهر التخطيط والتنظيم السيء للمخازن ارتباك العاملين في المخازن وحدود خطأ في العدد والوزن والجرد. أيضا تكرار تعرض المخازن للحوادث والحرائق نتيجة لعدم توفر وسائل الأمن والوقاية. أيضا من ضمن مظاهر التخطيط السيء اللي هي إهمال التنسيق والاتصال المنتظم مع الأقسام والجهات المتعاملة، يؤدي أو يترتب عندنا سوء توقيت التوزيع والاستلام، الأمر اللي يشيع الفوضى في المخزن وما يتيحش للعاملين فرصة التنظيم والترتيب للأصناف. أيضا عدم تحديد أماكن خاصة لكل صنف من الأصناف في المخزن واختلاط الأصناف مع بعضها البعض. وأخيرا صعوبة القيام بعملية الجرد الدورية أو المفاجئة لصعوبة حصر الأصناف. نتكلم على برنامج الوقاية والأمن. عندي نقطة الأولى هي تحديد إجراءات العمل والإمكانيات البشرية والمادية المطلوبة، أيضا تدبير شؤون المستودع. في بعض النقاط المهمة هنا اللي هي زي التصميم الجيد للمستودع، التخزين المنظم، توفير النظافة، التخلص من الفضلات، وأيضا عزل الثالث، الإضاءة الكافية داخل المستودع، وعلامات التمييز. علامات التمييز هنا يقصد بها إيش؟ إنه عندي مثلا مواد مؤكسدة، مواد مشعة، ممنوع الدخول لغير المخولين إلى آخره من علامات التمييز. تحديد الممرات، قلنا من اشتراطات السلامة أن هي تكون عرض الممرات الرئيسية داخل المستودعات بين الرصات ما يقلش عن 2 متر، والممرات الفرعية ما يقلش عن متر ونص. أيضا عند المخرج قلنا ما يقلش عن 2 متر. قلنا يجب أن يكون المربع التخزين باللون الفسفوري الأصفر. وأيضا قلنا الألوان لها دلالتها، بمعنى أن الأخضر يدل على أن آمن، الأصفر انتبه، اللون الأحمر يدل على خطر. النقطة الثالثة من ضمن برنامج الوقاية والأمن هي استخدام أجهزة التحذير والوقاية. النوع الأول من الحواجز اللي هو حواجز الوقاية أو الحراسة اللي يستخدم على طول الممرات باش نضمن حماية العاملين من المعدات والأجهزة الخطيرة زي ما واضح في الصورة. النوعية المستخدمة حاليا هي الشبكة اللي تفتح وتقفل. النوع الثاني من ضمن أجهزة التحذير والوقاية اللي هي المستخدم في حراسة المعدات المتحركة التي ينجم عنها الأخطار، بشرط أن هي ما تقفش الحراسة هذه عائق في طريق العاملين يقوموا بأعمالهم. هي زي المثلث اللي هو يوضع تحت العجلة في الشاحنات. أيضا من ضمن الحواجز هي الحواجز الرأسية، الغرض منها اللي هو نزود الرافعات للبضاعة المتحركة، زي هي الكرين المستخدم لرفع المعدات الثقيلة، المحركات، قطع غيار التيارات. يجب نزود المعدات الحراسة اللازمة لتسهيل حركتها عشان نحمي السائقين من كافة الأخطار.
أيضا الحواجز المتحركة اللي تستخدم في أحواض التحميل، تحميل البضائع داخل المستودعات، فإلقوا أن معظم الإصابات اللي تصير في المستودعات تنتج من مصاعد البضاعة وهي ترتفع من الأحواض. تتكون هذه الأحواض من ألواح الخشب أو من الصاج أو من الحديد. لو أنه مصمم مثلا أنه هو يشيل واحد طن يحمله فوق واحد طن، شو يصير؟ ينقطع عن الشدادات. شوف النقطة اللي بعدها، مساند عجلات المصعد. النقطة هذه مهمة جدا. مصدر آخر للحوادث الجسيمة داخل المستودعات ينتج من إتلاف الحامل. الحامل هو اللي باللون الأحمر، هو الكريك الحديدة الحمراء اللي في الصورة. إتلاف الحامل اللي حوض عند دخول المصعد أو خروج منه، يجب تجنب هذا النوع من الحوادث عن طريق أننا نستخدم مساند فعالة لعجلات المصعد. شو معنى مساند فعالة لعجلات المصعد؟ يعني لو أنك حملتها زيادة شو يصير؟ يوقف، يصير زي التأمينة، يفرن. لو صار هبوط نتيجة لوزن ثقيل وطاح المسند، ها العجلات هذين يمسكن المصعد في مكانه زي التأمينة، يفرن ما يخليش إيش يقع المصعد. أيضا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، هي الأسطح الغير الزلقة. من الملاحظ أن الأسطح الزلقة تسبب الكثير من الحوادث في المستودعات نتيجة لكثرة المشي والصعود والهبوط أثناء أعمال التخزين. الوقاية من مثل هذه الحوادث يكون عن طريق أن نحط أسطح غير زلقة على المساحات الزلقة زي اللي واضحة في الصورة. أيضا ملابس الواقية، استخدام الملابس يجنب الكثير من الحوادث والإصابات، زي لبس القفازات، الخودة، النظارات، الأحذية. أيضا لافتات ودليل الألوان، العلامات اللي تستعمل في لفت أنظار العاملين لمواطن الخطأ ومكانها تعتبر أداة أثر فعال باش نتجنب الحوادث والأخطار. زي عندي مثلا العلامات المنعية تكون عادة باللون الأحمر زي ممنوع التدخين. العلامات الإجبارية الإلزامية تكون باللون الأزرق زي ارتدي معدات الوقاية الشخصية. العلامات الإرشادية تكون عادة باللون الأخضر زي مخارج الطوارئ، دش الطوارئ. علامات التحذية تكون باللون الأصفر زي الأرضية المنزلقة للتحذير من المخاطر الطبيعية، الاصطدام بالأشياء، سقوط، تزحلق. النقطة اللي بعدها اللي هي وضع مستويات الأمن والسلامة. شو معنى وضع مستويات الأمن والسلامة؟ يعني كل مادة أنا مخزنة عندي لها احتياطات وتعليمات السلامة خاصة بها، يجب أن ننفذها بدقة. بمعنى مستوى الأمن والسلامة لمستودع خاص بمواد مشعة يفرق عن مستوى الأمن والسلامة لمخزن مواد غذائية، ويفرق عن مستوى الأمن والسلامة لمواد مخزن أو مستودع خاص بمواد بناء. بمعنى آخر، لو أني أنا مخزن مواد خطيرة مستوى السلامة بيكون عالي. لو أني مخزن مواد انفجارية ملتهبة احتياطات السلامة تكون عالية، زي أني ما نخزنش مادتين جنب بعض يصير أكسدة وغيره وغيره. ايضا قلنا مثلا اني مستودع عندي مواد غذائيه يستخدموا فيه البشر، استهلاك البشري، بنراعي الحراره، درجه الحراره، بنراعي الطرق المناوله، بنراعي القوارض وهكذا، فبيكون مستوى الامن والسلامه اقل من النوع الاول اللي هو المواد الخطيره. وهكذا لو ان عندي مثلا مستودع مواد بناء، مستوى الامن والسلامه يكون اقل. وهكذا برنامج، ايضا يجب وضع برنامج مراقبه الاخطار والكوارث، وهو طريقه التفتيش على الإجراءات ومستوى السلامة في المخزن عن طريق قائمة التفقد للمفتشين اللي هي الأوناش للرافعات اللي تتحرك، الأوناش اللي تتحرك بشكل أفقي ورأسي. مثلا نشيك على البكرات، نشيك على وقوع المواد، نشيك على الأوزان. النقطة اللي بعدها اللي هي استخدام لاصقات الأمن والسلامة، اللي هي زي الشريط اللاصق، زي العلامات الإرشادية اللي حكينا عليها. مثلا لو ان عندي فوركليفت بندير علامات ان في مرور فوركليفت في المنطقه هذه وغيرها. تطبيق النقطه الاخيره اللي هي تطبيق سبل اتصالات الامن والامن الفعال، وذلك عن طريق اداره التليفون والتليفونات والاتصالات. تكلموا على التخزين وطرق المناوله والمخاطر السلبيه. العوامل يجب ان هي ناخذها في نظر الاعتبار لما انا بقوم بعمليه رص وترتيب للمواد عندي داخل المستودعات. النقطة الأولى، يجب أن يكون لكل نوع بند بطاقة رف أو لافتة فيها وصف موجز للصنف عندي، رقم التصنيف، أي معلومات أخرى أنا نحتاجها. توضح ما إذا كانت المهمات هذين خاصة بمشروع معين أو محجوزة لأي غرض آخر، أو أن عدم جواز صرفها إلا بعد الرجوع إلى إدارة معينة. يجب أيضا أن تعمل الوقاية اللازمة للمهمات عند استلامها وقبل تخزينها، على أن يتم التفتيش على المهمات في فترات منتظمة وإعادة معالجة المهمات بواسطة الوقاية المناسبة إذا استدعى الأمر. نأخذ مثال على الكلام هذا، زي مثلا البويات.
بويات الرصاص الأحمر جرافيت يجب إن هي تقلب كل 6 أسابيع، كل 6 أسابيع نحركها نقلبها. ليش؟ لكي لا يترسب المادة الثقيلة وينفصل الزيت اللون عن الزيت، فتصبح بعد ذلك غير صالحة للاستعمال. بالإضافة إن يجب أن يكون المخزن منفصل، يجب أن تكون التهوية كافية وغيرها. النقطة اللي بعدها، يجب مراعاة تخزين البنود المستلمة حديثا بجانب ماتيلاتها الموجودة في العقدة عشان نتمكن من صرف الرسائل القديمة أولا، خاصة في المهمات اللي تكون عرضة للتلف. ينبغي أيضا أن تكون المخازن والأرفف والأرضيات على درجة عالية من النظافة وحسن الترتيب، الشيء هذا يقلل من احتمالات وقوع الحوادث والحرائق. أيضا يجب الاهتمام بالطرق ووسائل ومعدات مناولة المواد. يتوقف اختيار وسيلة التداول أو رفع لعدة عوامل، منها شكل الجسم المراد نقله أو رفعه، وزن الجسم المراد نقله أو رفعه، أيضا المسافة التي سينقل خلالها وطبيعة الممرات التي ستمر عليها من ناحية سعتها أو استواء أرضيتها. ما ينفعش إني أنا مثلا ممر عرضه 1.70 متر نشيل حاجة عرضها 2 متر. أيضا طبيعة المادة المطلوب نقلها، هل هي صلبة، هل هي سائلة في ذاتها، نقول هل هي غازية زي الاسطوانات التي توضع في صندوق من الحديد. أيضا درجة خطورة المادة المطلوب نقلها أو الاحتمالات التي تتعرض لها أثناء النقل. على أساس هذا يتم تداول المواد يدويا في حالة ما إذا كان شكل الجسم المراد نقله منتظم وخفيف الوزن وفي مقدور الأشخاص أنهم يشيلوه، ما يخشش، ما فيش خوف من خطر السقوط. وأيضا لا يجوز نقل مادة كاوية، مادة حارقة أو مادة قبل الانفجار أو الانسكاب على اليد، عشان ما يكونش هناك احتمال يتعرض الحاملينها لأضرار نتيجة انزلاقها أو سقوطها من أيديهم أو تصادمها بأي عوائق أخرى. النقل اليدوي عندي مجموعة من القواعد اللي يجب نتبعها للحمل الآمن. النقطة الأولى، يجب أن يكون الحمل في حدود طاقة الشخص، لو زاد عن هيك يجب أن هو يطلب المساعدة من شخص آخر. يجب أن يكون الطريق أمام الشخص اللي شايل الحمل ظاهر قدامه، ما فيش أي عوائق. لو زاد عدد الأشخاص اللي هم حاملين الحمل عن 1، يجب أن يتولى أحدهم مهمة إعطاء التعليمات والتنسيقات بين حركاتهم، إعطاء الأوامر بالرفع والإنزال. يجب أن يكون الحمل في نفس الجانب لجميع الحمالين، يجب أن يكون رفع الحمل لحظة واحدة وإنزاله للأحمال في لحظة واحدة. إذا كان الحمل له أحرف حادة أو زوايا حادة، يجب أن يزود الحمالين بقفازات واقية. أيضا إذا كانت الأحمال على الأكتاف، يجب أن يزودوا بوسادات توضع على الأكتاف وتحت الحمل حتى لا يتعرضوا للتسلخات والإصابات. في نقطة مهمة اللي هي تراعى أطوال الحمالين، يجب أن يكون أطولهم في الأمام وأقصرهم في الخلف ويكون ترتيبهم تنازلي. يروح في الأحمال الطويلة أن تكون مرتفعة من الأمام ومنخفضة من الخلف، عشان يكون الطريق قدام الحمالين اللي شايلين الحمل يكون طريق واضح وما يسببش بتصادم، خاصة عند المنحنيات. عند الحمل يجب تأمين موضع القدم وقربها من الحمل، وظهر الحمال يكون مستقيم وركبتين مثبتتين، ونستخدم عضلات الساقين والذراعين زي ما واضح في الصورة. أنا عندي سؤال، عدد قواعد وإرشادات السلامة في أعمال النقل والتداول اليدوي. النقطة الأولى، يجب أننا قبل الشروع برفع أي حمل لنقله يدويا مراعاة عدة اعتبارات، اللي هي تبدأ بمعاينة الحمل المراد رفعه عشان تأكد من وجود أو عدم وجود أي حواف حادة أو مسامير بارزة أو أسطح غير سليمة عليها أو عليها زيوت أو شحوم قد تسبب في انزلاقها. النقطة الثانية، يجب التأكد من أن المنطقة اللي سيتم بها رفع الحمل خالية من أي عوائق أو أي شيء يسبب الانزلاق. أيضا ينبغي الوقوف بجانب الحمل مع تثبيت وضع القدمين، بحيث يمكن بقدر الإمكان رفع الحمل رأسيا من وضع الجلوس لوضع قائم، مع الاحتفاظ بالحمل قريب من الجسم لمنع الانحناء وتعرض الجسم لإجهادات غير ضرورية. النقطة الأخيرة، يجب عند رفع الحمل يجب مراعاة تنمية الركبتين واستقامة الظهر زي ما واضح في الصورة، مع تثبيت المرفقين للداخل والاستعانة بعضلات الساقين عند الرفع عشان لنقل العمود الفقري من أي إصابات. عندي سؤال آخر، ما هي الأوضاع الصحيحة لرفع الأحمال يدويا؟ عندي النقطة الأولى، يجب أن نرفع الأحمال بكلتا اليدين وليس بالأصابع بس، ويجب أن نضع الأحمال على قطع من الخشب في حالة عدم إمكان إدخال كلتا اليدين أسفل الحمل.
النقطة الثانية، في حالة قيام أكثر من فرد بنقل حمل يراعى أن يكون الضوئان متقاربة وأن تتم عملية الرفع والإنزال في انسجام تام، منع لزيادة التحميل على شخص دون الآخر والوقاية من احتمال حدوث إصابات. أيضا يراعى أن يكون حجم الحمل يدل على وزنه، في حالة وجود مواد مطلوب حملها تكون أحجامها كبيرة أو أوزان مرتفعة يجب، بحيث أن ما يقدرش رفعها أو لا يمكن رفعها فإنه ينبغي نقلها بدحرجتها على الأرض كما هو الحال في البرامج. أيضا يراعى ارتداء القفازات المناسبة وعدم ملامسة الحواف الخشبية أو اللي فيها أجزاء معدنية بارزة قد تتسبب في إصابة العامل. أيضا في حالة رفع الأحمال إلى مستوى عالي يفضل أن يتم ذلك على مرحلتين، وبرفع الحمل على مستوى متوسط ثم تكملته إلى المستوى المطلوب. أيضا عندي يجب في حالة إنزال الأحمال يتم حملها ونقلها بعكس ما هو متبع عند الرفع من حيث تني ركبتين واستقامة الجسم، وينبغي وضع الأحمال على مستوى على سطح مستوي لعدم حدوث انهيار لهذه المواد والتي قد تتسبب في إصابة المنتجين والعاملين. يراعى عند رفع وتداول مواد يدويا تكون المسافة خلال طريق النقل لا يوجد بها أي عوائق قد تسبب في إصابة العامل. يراعى ارتداء ملابس العمل المناسبة التي تضمن وتكفى حماية الجسم مع عدم اشتباكها مع الأحمال أثناء نقلها. أيضا عند نقل الأوعية ذات المساحات الكبيرة واللي تزيد عن المساحات المسموح بها في عربات النقل ينبغي انتقاء أبعاد الأوعية تنقل باستخدام هذه الوسائل وذلك وفقا لمساحات تحميلها. قلنا نقل الأوعية باستخدام عربات النقل اليدوية يكون وفقا لمساحات تحميلها زي ما واضح في الصورة. تستخدم عربات النقل اليدوية ذات المنصة الموضحة في المطابع وفي المصانع ليتم نقل الأوراق أو الأجزاء المعدنية ذات المساحات الكبيرة. تتميز العربات هذين بتحملها الأوزان كبيرة ويجب أننا نراعي أن ما تزيدش مساحات المواد المنقولة عن مساحات تحميلها. نقطة مهمة أيضا بنتكلم عنها هي أثناء تعرض المنتجين للأعمال الشاقة نتيجة لتقل الأحمال أو لطول فترة العمل، يجب أني أنا أتخلل فترات العمل قصد كافي من الراحة لإنعاش الجسم وتهدئة العضلات والقلب والرئة حتى لا يتسبب الإرهاق الجسماني للعاملين في حوادث غير متوقعة. أنا أتكلم عن العوامل الواجب دراستها قبل إقرار استعمال وسائل آلية في مناولة المواد. يجب النقطة الأولى نتأكد من الفوائد المتوقعة لنحصل عليها نتيجة تنفيذ مشروع آلي لمناولة المهمات وما هي المكاسب الاقتصادية اللي هنحققها. أيضا يجب مراعاة أن تكون الأجهزة اللي أنا نختارها مماثلة لما هو مستعمل عندي في المصنع أو الشركة أو المنشأة عشان نوحد المعدات لما في ذلك من توفير في نفقات الصيانة. أيضا توفر الأفراد الفنيين اللازمين، يجب توفر الأفراد الفنيين اللازمين لشغل معدات المناولة الآلية. أنا عندي سؤال، ما هي مزايا استبدال طرق التداول اليدوية بأخرى نصف آلية أو آلية؟ عندي النقطة الأولى هي نخفض الجهد الجسماني والعضلي للمنتجين، أيضا نستخدم أقل عدد ممكن من القوى البشرية، أيضا انخفاض إصابات وحوادث المنتجين، أيضا انخفاض معدل التلف في المواد الناتج عن النقل اليدوي، أيضا سرعة الأداء مع الزيادة الكبيرة في معدل النقل والتداول اللي ينعكس على زيادة الإنتاج والعائد المادي. أنواع وسائل ومعدات النقل الآلية، تستخدم أنواع متعددة لنقل المنتجات والبضائع والخامات. نبدأ بعرض أكثر أنواع وسائل الرفع والنقل انتشارا. يجب أننا طبعا ننتقي ونختار وسيلة الرفع والنقل والتداول تكون مناسبة لنوع المادة المنقولة. بداية نبدأ بعربات النقل اليدوية، تكون ذات عجلة واحدة أو عجلتين أو أربع عجلات نفس ما واضح في الصورة. نلاحظ له مخاطر، منها إيش؟ دهس الأيدي بين أذرع العربات أو أي جسم آخر في الوقاية منها من الشيء هذا، يجب أن تزود أذرع العربات بواقيات للأيدي. أيضا من ضمن المخاطر سقوط الحمل أو تحميله على أيدي دافع العربة ذات العجلتين في حالة عدم وضع الحمل بشكل يجعل مركز ثقل وزنه بعيد عن مركز العجلات. أيضا من ضمن المخاطر اندفاع العربة عند السير بها في المنحدرات، عشان يجب تزويتها بفرامل حتى ممكن التحكم في سرعتها أو إيقافها. عندي سؤال، هل هناك مخاطر مرتبطة باستخدام عربات اليد؟
زي ما احنا عارفين استخدام عربات اليد لنقل الأحمال بدل من حملها يوفر للعمال الكثير من الجهد ويقلل من خطر الإصابة نتيجة الإفراط في الوظائف اللي تشمل التعامل مع مواد يدوية. مع هذا فإن الدفع والسحب والتحريك لعربات اليد ما زال ينطوي عليه بعض المخاطر القديمة. شنو هي أكثر الإصابات شيوعا اللي تكون ناتجة عن عمليات عربات اليد؟ عندي النوع الأول من أكثر الإصابات شيوعا اللي هو القبض على الأصابع واليدين في أو على أو بين العربة وغيرها من الأشياء زي الصدم أو سحق أصابع القدمين والساقين أثناء الجري والاصطدام بالعربة أو الانزلاق أو الخطأ الغير مقصود والسقوط. أيضا النقطة الثانية حدوث إصابات التواء في الغالب في الجزء السفلي من الظهر والكتف وعضلات الذراع والمفاصل. عندي سؤال أيضا، ما هي الخصائص اللي تؤثر على مقدار الوزن اللي نقدر نقله بأمان على عربة اليد؟ طبعا من الصعب تحديد مقدار الوزن اللي يمكن نقله بواسطة عربة اليد، لكن عندي العديد من العوامل اللي تأثر على مقدار القوة اللازمة لنقل وزن معين. عندي ثلاث عوامل رئيسية ومهمة، هي أول حاجة اللي هي خصائص مكان العمل، وعندي خصائص السلة، وعندي المشغل والتدريب. نتكلم على أول نقطة اللي هي خصائص مكان العمل. خصائص مكان العمل يتمثل أو يشمل إيش؟ يشمل أرض الممر، يجب أن تكون الممرات واسعة كفاية لجسم المشغل عشان يقف بأمان وراء العربة في جميع الأوقات ويطبق القوة اللازمة لنقل العربة وتحريكها. قد تحتاج إلى تخفيض الوزن في الممرات الضيقة أو الزوايا. أيضا من ضمن خصائص مكان العمل اللي هي نحكي على السلالم، اللي هي أحيانا يتطلب المزيد من القوة لتحريك نفس الوزن ليصل المنحدرات. أيضا إبطاء العربة المحملة بالكامل عندما تتحرك أسفل السلالم. من ضمن خصائص مكان العمل هي خصائص الأرضيات المتضررة الغير متساوية أو المحفورة، تخلق مخاطر في أنها يمكن أن تقبض العجلات أو تقع العجلات فيها، والأرضيات اللي تكون مغمورة أو متسخة أو دهنية أو رطبة تقلل من قدرة المعالج على الحفاظ على الجر دون الاحتكاك. فالعمل يحتاج أنه هو يمارس قوة مفرطة عشان يتحرك الحبل ويمكن أن تنزلق وتتعثر. النقطة الثانية هي خصائص السلة، تشمل العجلة اللي هي الحجم وعدد العجلات أو الإطارات، مقبض التوجيه الارتفاع وقطر المقبض وحجم العربة الكلي. النقطة الأخيرة اللي هي معرفة المشغل والتدريب، التدريب على كيفية نقل العربة بأمان لخفض القوة على الجسم.